بالتجمع الجمهوري العراقي انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة بطولة كلنا العراق بكرة القدم للفرق الشعبية وبمشاركة 16 فريقا من مختلف مناطق المحافظة، حيث جمعت المباراة الأولى لانطلاق البطولة فريقي شباب السجاد وفريق الأحياء العربي، والتي انتهت بفوز فريق شباب السجاد بهدفين مقابل هدف واحد. نشكر احنا تجمع الجمهور العراقي ونشكر الدكتور عواطف على هاي المبادرة الحلوة والبطولة هذه، واللي بطولة جمعت فريقين شباب السجاد وشباب الأحياء العربي، وكانت البطولة حلوة وناجحة إن شاء الله، وراح تجمع الفرق الباقية بالأيام القادمة يعني جاية. يعني مباراة حلوة وقوية كانت وحماسية، وبين الفريقين يعني فريق الأحياء العربي أدى مباراة يعني جميلة كلش، وفريق الشباب السجاد هم ما قصروا. يعني اليوم فريق الأحياء العربي قدموا المستوى، بس هي الطوبة يعني الطوبة مثل ما تعرفون الطوبة حار يعني، وما قدروا يتقدمون بالنتيجة المريودة، وإحنا تذكرنا اليوم وفزنا بالنتيجة. وفي الوقت الذي أعرب فيه المشاركين عن شكرهم وامتنانهم للقائمين عليها، أكدت مرشحة التجمع الجمهوري ضمن تحالف سائرون للانتخابات النيابية عواطف العتابي ضرورة دعم شريحة الشباب واحتضان المواهب الشبابية وتوفير الأجواء الملائمة لهم لتطوير قابلياتهم ومهاراتهم والارتقاء بهم نحو الأفضل. نحن ماضون بدعم شريحة الشباب بمختلف المجالات، ومن بينها الجانب الرياضي، وخصوصا فرقنا الشعبية في عموم مناطق المحافظة، بهدف الارتقاء وتطوير قدرات الرياضيين من خلال إقامة البطولات والأنشطة المتنوعة، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة الكربلائية. نشكر حضوركم وتواجدكم بمنطقتنا اللي مفتقرة بصراحة للاهتمام بالشريحة الشبابية بصورة عامة. احنا نتمنى من كل الجهات المسؤولة وكل الناس اللي هم بالصورة بالشارع السياسي العراقي الاهتمام بالشريحة الشبابية والاهتمام بالرياضة بصورة عامة، لأنه الرياضة تمثل الوعي الثقافي والوعي الديمقراطي بكل شرائح المجتمع وبكل البلدان. اليوم الرياضة تمثل ألفة الشعب، وحدة الشعب، الترابط بين كل طبقات المجتمع. نشكر القائمين على هذه البطولة، نشكر الجهة الداعمة لهذه البطولة. ويرى معنيون بالشأن الرياضي أن إقامة البطولات والأنشطة الرياضية خطوة مهمة من شأنها الارتقاء بواقع الحركة الرياضية الشبابية في المحافظة، خاصة بعد أن طالها الإهمال الحكومي منذ التغيير إلى يومنا هذا. من كربلاء طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.